وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله. ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليكي حاجة تانية خالص، وسواء اتجوزتي محروس أو ما اتجوزتهوش أنت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. اسم الله عليكي يا حبيبتي، لا إله إلا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده أنت زي صباح، ده أنت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاجة حبيبتي. ايوه يا راشد، انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات؟ بجد بجد؟ ايه يا مجنونه، انا مستنيكي بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ لان سبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وسبتي ايه دلوقتي؟ احنا بمصيبه. اخلصي. مصيبه؟ يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده. الرئاسة الجديدة فين؟ عايز اقول لها كلمتين، ينفع؟ ينفع طبعا يا سيد الرجالة. بص، هي لسه عندها ندوة، هتخلصها واجيبها لك على حضور رقبتها عين. رسيني يا روشن، بدل ما انت مجرجرني زي المعزة من الصالة اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر، نفسي اعرف فيه ايه. ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي، ده انت ذبح اتنين واخدني على جناح الاوانطه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه. لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك اسود، قتل اتنين وجايبه لي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلتلك انت ممطوطة معايا في الاتنين. ليه؟ عايزنا تعدم مكانك؟ بتغفليني يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزة توديني في داهية ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذرلك. أنا آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. لا مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ تلاقيها لما لمحتني في الصالة كتت. لا 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 يا معلم، أنت كده لازم تحكي لي بينك وبين البنت دي. دي أول ما شافت وشك يا أخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. انت شفت معاه واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقه بقتل الواد ده؟ لا. خلاص انا هحاول اروح للبت اللي عرفتني عليها، اسمها غنوه، وهي هتودينا ليها. لا احنا مالناش دعوه، الحكومه هي اللي هتروح. ايوه معلم، بس انا كده هبقى ازيد غنوه جامد. في ايه؟ هي يا دوبك خيط الحكومه تشده وتجيب اخره. الواد مستغفلهم الاثنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالظبط. انا المصلحه بالنسبه لي ان الواد ده يغول خالص. واستفرد انا بقى من الثوم. كده تبقى المصلحه واحده. حلاوه. يا حمام، صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصلا
لا مش مبلغ، 100-150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما الدق. عارف والله مكسرة على الكل يا حمام. ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي، سلام. عم أنسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم أنسي. انت مش راشد مين؟ راشد، انت ما سجلتش رقمي؟ يا عم احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل لي مر. بقول لك ايه يا عم أنسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم أنسي. بكره انا عايزك من نجمه تجيلي اي وقت تصحى فيها، تبعدك وتعال. سلام. كده تمام، تسالة 50 جنيه. أمور يا فندم؟ لا، هو مفيش دكتورة ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت؟ انا عرفت انه بيتباع عندكم، يعني حاجه كده مستورده. ايه هو، دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني. استني واحده.